نذهب مباشرة إلى القاهرة، من هناك مشاهدينا تنضم إلينا مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام لدراسات الدكتورة أماني الطويل. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا بنشرة التاسعة. أمام كل هذه التطورات، بداية يعني نتحدث عن جرحى، ألاف القتلى وألاف الجرحى من الأبرياء سقطوا، هدنة هشة لم يتم الالتزام بها من قبل الطرفين، واقتتال يتسابق عليها الطرفان في هذا الصراع، إلى أين السودان من كل هذه التطورات برأيك؟ يعني الحقيقة وضع مؤسف ومقرر ومرشح للاتساع. يعني نحن نشهد الآن حالة من حالات عدم الحسم العسكري في الخرطوم، وربما هذا يسفر عن اتساع نطاق القتال، لأن كل طرف سوف يسعى إلى حلفاء في محاولة حسم هذا الصراع. وربما انطلاقا من هذا التقدير، اليوم شهدنا فرار البعثات الدبلوماسية من الخرطوم، على اعتبار أنه لم تعد آمنة، وأن هذه الاشتباكات ربما لم تصل إلى مداها الذي يرجوه الرجلين المتصارعين أو الأهداف التي تحركهم. فإحنا أمام انهيار للأوضاع، وتوقع يعني ازدياد لهذا الانهيار نتيجة أن الحرب هي حرب مدن. نعم. أن الاشتباك هو اشتباك يعني مؤثر على حياة الناس، ومن هنا البعثات الدبلوماسية تذهب والأفراد والعائلات تتجه إلى النزوح لكل من القاهرة وتشات في هذه اللحظة. نعم، الأوضاع السودانية لا شك اليوم دكتور أنه يعني تحظى باهتمام دولي وغربي واسع، كما نتابع من قبل ردود الفعل والتصريحات الرسمية. صحف غربية تعتبر اليوم أنه ما يحدث هو صراع جنرال ضد جنرال، وكلاهما ضد الشعب نفسه. إلى أي مدى تتفقين مع هذا الطرح؟ وكما ذكرتي، إن كان هناك اقتتال مستمر على السلطة، من الجهة التي يمكن أن تساهم في استتباب الأمن أو العودة عن هذا الاقتتال المستمر؟ يعني أنا أتفق مع هذا الطرح، أن الحسابات لكلا الجنرالين هي حسابات ضيقة إلى حد ما، أن هدفهم في الحسم العسكري لم يحيد عنه رغم التكلفة العالية الإنسانية اللي موجودة في الخرطوم النهاردة، أن لكل منهما أهداف، وهي أهداف مرتبطة بالسلطة لا غير، وأنه رغم أنه القوات المسلحة السودانية منوط بها يعني الدفاع عن السودان بشكل أو بآخر، لكن أيضا كان من المفترض ألا تنزلق في مثل هذا الصراع. طبعا نحن لا نعلم على وجه الدقة من هو الذي أطلق الرصاصة الأولى ومن هو الذي دافع عن نفسه، ربما حينما نعلم على وجه الدقة نستطيع أن نحمل الطرف الذي أطلق الرصاصة الأولى كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يجري الآن. نعم، طب هناك أيضا حاجة إلى دعم دولي موحد ومستدام لوقف إطلاق النار. دكتور، من هي الجهة التي يمكن أن تساهم في هذا، وهل يمكن أن يتم ذلك من دون مساعدة أي أطراف داخلية سودانية برأيك؟ أنا أظن أنه يعني الأطراف الداخلية السودانية هي التي يمكن أن تقود إلى التهدئة وليس العكس. يعني الدعم الدولي، الطرف الدولي ليس لديه أدوات. النهاردة إحنا شهدنا انسحاب البعثات الدبلوماسية، يعني أن هناك ليس منصات للتواصل ما بين الداخل والخارج إلا في حدود الاتصالات التليفونية السريعة التي بدورها تكون مقتضبة، وربما بدورها لا تبحث الأمور على وجه الدقة. العواصم الأجنبية والعالمية والتي تقود محاولات رأب الصدع النهاردة في اليمن، السودان لن يكون لها يكون لديها متوفر معلومات ميدانية إلا من أطراف قد تكون منحازة في الداخل. يعني فدي كلها الحقيقة معوقات أمام الدور الدولي. كمان الدور الدولي اللي يتطلع له السودانيين، واللي ظهر في بعض البيانات واللي ظهر في مظاهرات لندن، انه متصور انه هيكون في تدخل عسكري مباشر. نعم. ضد طرف لصالح طرف. والحقيقه دي رؤيه مثاليه لحد كبير، ورؤيه
يعني غير مطلع على تضغطات الوضع الدولي وطبيعة الانشغالات العالمية بحرب أوكرانيا من جهة، طبيعة الصراع اللي موجود في النظام الدولي من جهة أخرى، وبالتالي أنا الحقيقة أعول على الداخل ولا أعول على الخارج، لأنه حتى إذا توافق الخارج على دور في السودان فإن آليات تهدئة أو وقف إطلاق النار أو غيره تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى آليات، يعني مثلا طرح العقوبات اليوم إذا تم اتخاذ القرار السياسي بالعقوبات وهو أمر يعني بيتاخد بعد الآليات خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه العقوبات لن تكون واقعة على الأرض أو يعني مؤثرة قبل شهر، فقبل شهر تجري مياه كثيرة تحت الجزر وتتغير موازين على الأرض ويتغير الواقع الميداني. بين الجيش وقوات الدعم السريع، من هو الأجدر بأن يفرض سيطرته على الأرض برأيك دكتور؟ ونختتم مع هذا السؤال. يعني طبعا القوات المسلحة السودانية بتمتلك الشرعية السياسية واحد، وبتمتلك سياق اجتماعي كما لاحظت في الفترة الأخيرة أو من خلال تفاعلي المباشر، أنه تمتلك على التيار العام السوداني مع القوات المسلحة السودانية ليس لأي شيء غير أنها قوات الدولة، يعني مكتسبة الشرعية السياسية والاجتماعية، بينما قوات الدعم السريع عليها الحقيقة اختلاف، يعني لا تكتسب نفس المستوى من الوزن ولا الشرعية لأسباب متعددة، منها طبيعة تكوينها، منها طبيعة معارفها، منها طبيعة أدائها سواء في دارفور أو في الخرطوم، منها تحالفها مع البرهان في انقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي مصداقية الخطاب السياسي الذي تقدمه قوات الدعم السريع هو يعني مفقودة، بينما مصداقية خطاب القوات المسلحة رغم أنها قد انقلبت على الديمقراطية ولكنها على الأقل فيما يتعلق بمسألة دفاعها عن الدولة هي مقبولة لدى التيار العام من السودانيين غير المسيسين. واضح. أنا أشكر لك كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا من القاهرة، كنت ضيفتنا عبر نشرة التاسعة، مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات الدكتورة أماني الطويل، شكرا لك.